كيف أحيا العراقيون ذكرى انتفاضة تشرين الخامسة اليوم؟ نعم أمل، اليوم مثل أي أيام في كل عام من هذا الشهر تحديدا في بداية 1 تشرين، يجدد المتظاهرين ويجدد العراقيون عهدهم مع إحياء هذه الثورة وإحياء هذه الذكرى بإقامة الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات هنا في ساحة التحرير حيث ما نتواجد نحن الآن، حيث اجتمع المئات من المتظاهرين والمواطنين في أسفل نصب التحرير لتجديد البيعة مع ثورة تشرين، وأيضا لرفع لافتات تجدد على المطالب التي خرجت لأجلها هذه الاحتجاجات، وهم يجددون عهدهم مع قضية مواصلة النضال الشعبي بمسألة نيل الحقوق ونيل الواجبات وأيضا تحقيق الواجبات وأيضا تحقيق كل ما خرجت به تظاهرات تشرين. اللافت نعم علاء. نعم تفضل علاء، ما اللافت أو ما المختلف هذه المرة؟ نعم أسمعك بشكل جيد، أكمل علاء. نعم اللافت في هذه الذكرى في هذا العام تحديدا أمل هي قضية منع وسائل الإعلام من تغطية هذه الذكرى والدخول وسط المحتجين ونقل أصواتهم ومطالبهم، وهو شيء لافت لم نعتد عليه، خصوصا أن ثورة تشرين دائما ما كانت هي الحاضنة الشعبية التي يلتف حولها جميع صناع الرأي بمسألة التعبير عن الحقوق وعن المطالب المتظاهرين. اليوم منعنا كوسائل إعلام من تغطية هذه التظاهرات التي استمرت حتى الساعة 4 عصر، لربما أثرت على احتجاجات تشرين في هذا الموسم، هي قضية ما يجري من صراع أقليمي وصراع عربي بمسألة الهجمات التي يتعرض إليها الشعب اللبناني ومسألة أيضا الانشغال بالأوضاع الأقليمية، ربما سرقت الأضواء من الاحتفاء شعبيا سواء في بغداد أو حتى مع المحافظات الأخرى، لكن أيضا هم المتظاهرين الذين اجتمعوا تحت نصب التحرير اليوم أكدوا على مسألة بأنهم ستكون لديهم وقفة أكبر من اليوم في تاريخ 25، وهو اليوم الذي بلغت فيه ذروة الاحتجاج بشكل تفاعلي أكثر هنا في بغداد وبقية المحافظات. بعض المطالب التي رفعت من قبل المتظاهرين الذين جددوا مطالبهم بمعرفة مصير المغيبين ومعرفة مصير الجناة الذين قاموا بقتل المتظاهرين في ثورة تشرين، أيضا جددوا على بعض المطالب التي تعتبر هي مطالب كانت إنجازات حققتها ثورة تشرين، مسألة قانون الانتخابات، هم طالبوا بعدم المساس بقانون الانتخابات، طالبوا ببعض الأمور الأخرى التي تتعلق بدعم الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني برفع لافتات ورفع الأعلام من باب التضامن الوطني والتضامن الإقليمي مع القضايا المهمة.